السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا وسهلا بك في قناتي. إذا أول مرة تتابعيني أهلا فيكي، أنا هانيا، وإذا أنت مشتركة في قناتي أشكرك على دعمك. فيديو اليوم رح يكون عن ملخص لكتاب أثر في حياتي، اسم الكتاب The Four Agreements اللي هي الاتفاقات الأربعة. هل جلست في يوم فكرتي إنه ليش عالمنا بهذا الشكل اللي هو عليه اليوم؟ وإنه هل في طريقة ممكن إنه شكله يتغير إذا قمنا بالأشياء بشكل مختلف؟ الحقيقة إنه عالمنا تحكم المعتقدات اللي ما تغيرت واللي توارثتها البشرية جيل بعد جيل. هذه المعتقدات برضو هي المسؤولة عن نظرة المجتمع للأشياء اللي تقدر تعتبرها إنها شيء طبيعي أو مقبول أو لا. معتقداتنا هي اللي تبني توقعاتنا وقواعدنا والنتائج اللي نشوفها في حياتنا. كمثال، الطفل يكبر بمجموعة معتقدات توارثها من عائلته، من قبيلته، من مدرسته، من أصدقائه ومجتمعه. المشكلة ما هي هنا، المشكلة إذا كانت بعض هذه المعتقدات خاطئة، لأنه بعض هذه المعتقدات تعتبر أقفاص لنا. وإذا جينا نبغى نتخلص من هذا القفص اللي إحنا حطينا نفسنا فيه، لازم نتخلص من المعتقدات هذه ونستبدلها بمعتقدات ثانية. تم إضافة هذا المعتقد لحياتنا لأنه إحنا وافقنا عليه، لأنه اللي يقود حياتنا هو عقلنا وما ينفع يكون فارغ من المعتقدات والأفكار. جدا سهل علينا انه نتمسك ونؤمن بالمعتقدات اللي ورثناها كأطفال، لكن صعب علينا انه نكسرها ونستبدلها بمعتقدات اخرى. بس الخبر الحلو انه كل مرة احنا نكسر معتقد نتحصل على قوة تساعدنا على انه نكسر المعتقدات الاخرى الباقية. طبعا انا قاعدة اتكلم عن المعتقدات الخاطئة اللي تأثر سلبيا على حياتنا. فإذا كنت جالسة تفكري إيش ممكن أتبنى من معتقدات وأتفق معاها، هذا الكتاب يتكلم عن أربع معتقدات مو بس رح تغير حياتك، رح تعطيك القوة أنك تتخلصي كمان من المعتقدات السلبية. أول معتقد أو مبدأ اللي هو كوني حريصة على كلماتك. هذا المعتقد جدا مهم، إذا أخذتي هذا المبدأ بشكل جدي بحياتك رح تلاحظي تغيير في عقلك اللاواعي. الكلمات لها قوة زي السحر ولها القدرة على صناعة حياتك أو تدميرها، وكلماتك شئتي أم أبيتي لها تأثير على حياتك ومشاعر الآخرين من حولك. إيش أقصد بإني أكون حريصة على كلماتي؟ بمعنى إنه كلماتي تكون خالية من أي ذنوب، وهذا الكلام مو بس اللي أنت توجهيه للآخرين، حتى الكلام اللي أنت توجهيه لنفسك، لأنه لنفسك عليك حق. أي قول أو فعل ممكن يضرك رح يعتبر إثم في حق نفسك. هذا طبعا ما يعني أنه نجلس نمدح أنفسنا وما نعترف بأخطائنا ونتحمل مسؤوليات أفعالنا، بس في نفس الوقت ما نحكم على أنفسنا ونذمها. كلماتنا لا يمكن أنه نستخدمها في أذية نفسنا أو الآخرين بأي شكل كان. كلماتك دائما رح يكون لها تأثير إما إيجابي أو سلبي، فضروري تختاري التأثير اللي أنت حابة تضعيه. ولازم كمان تنتبهي برضو للكلمات اللي تصدر من الآخرين وما توافقي عليها وتتفقي معاها إذا كان فيها أذية لك، لأنه نظرتك عن نفسك أهم من أي كلمات تنقال عنك. في مثل أجنبي يقول إنه الكلام والكلمات بالمجان، بس الطريقة اللي نستخدم فيها هذه الكلمات هي اللي راح تكلفنا وندفع ثمنها. المبدأ والاتفاقية الثانية اللي هي لا تاخذي أي شيء على صعيد شخصي. إيش راح تكون ردة فعلك لو شخص غريب في الشارع جاء وقال لك أنت غبية وما تفهمي؟ راح يكون عندك خيارين، إما إنك أنت تاخذي بكلامه بشكل جدي أو بكل بساطة تجاهليه. ردة فعلك هي اللي راح تحدد إذا هذه الكلمات راح تأثر على حياتك أو لا. إذا ما وافقتي أو صدقتي الكلام اللي ينقال عنك فهذا ينوم عن شخصية قوية وواثقة، بس إذا جيتي للبيت وجلستي تبكي ووافقتي على كلامه فهذا يدل على أنه أنت عندك مبدأ أساساً ومعتقد شخصي تمتلكيه عن نفسك. لازم تعرفي أنه الكلمات هذه رح تكون زي السم ورح تأثر على حياتك بشكل سلبي، فضروري أنك ما تسمحي لهذه الكلمات أنها تدخل لعقلك وتوافقي عليها. في نقطة مهمة، أنه الآخرين دايماً تطلع منهم الكلمات تكون نابعة أساساً من مبادئهم ومعتقداتهم. كمثال، لما شخص يقول لي أنه مثلاً عندك قدرة الخطابة والتحدث ممتازة، الموضوع ترى ما يخصي، كل ما في الأمر أنه هو تأثر بالكلمات، لكن ممكن شخص ثاني يسمع نفس الكلام اللي قلتيه وما يتأثر بتاتاً. ولا شيء يقولون الناس عنك يكون أصلاً له علاقة بيكي، عشان كده ضروري مهم جدا تكوني عارفة نفسك وتأكد على نفسك من انتي. اذا كنتي مؤمنة بانك انسانة ذكية وقوية ما حد رح يقدر يقنعك بغير كده،
حتى لو كان هذا الشخص طبيب نفسي. بس في مشكلة، المصيبة إنه أوقات حتى آراءنا عن نفسنا ما تكون صحيحة، لأنه عقلنا عنده القدرة على تلقي المعلومات من خارجنا وتقبلها على إنها فعلا حقيقة. زي مثلا لما أم تقول لبنتها من عمر صغير إنه هي إنسانة فاشلة، هذا الشيء ممكن فعلا هي تتبناه وتصير تعتقد فيه. فعشان كده مهم انك تعرفي نفسك بحسناتك وسيئاتك، وتراجعي نفسك دايما هل هذه الحسنات والسيئات صحيحة وحقيقة او لا. هل هذه فعلا نظرتك عن نفسك، او هذه فكرة او مبدأ مصدرها خارجي وانت وافقتي عليه؟ ثالث مبدأ او اتفاقية يتكلم عنها الكتاب اللي هي لا تفترضي او تظني. عاد احنا شاطرين جدا في هذا الموضوع ونقضي وقت طويل نفكر هي ليش قالت كده وهي ليش عملت كده. انك تظني وتفترضي بحد ذاتها ما هي مشكلة وما هي قضية، المشكلة انه هذا الظن ممكن يوصلك لاستنتاجات تسبب لك مشاعر سامة. والمصيبة الاعظم انه اغلب ظنوننا غير صحيحة، فبقدر المستطاع نحاول نتوقف عن الظن وخصوصا سوء الظن، ونتأكد بأنفسنا من الحقيقة. خلينا ناخذ فكرة الزواج على سبيل المثال. كثير ناس تفترض بالظن انه هي تقدر تغير شريك حياتها، وعذرها انه هذا من باب انه احنا نحبه وانا اباله الافضل، بس الواقع يثبت بانه هذا جدا صعب، خصوصا لو هذا الطرف رافض التغيير. فالافضل لك انك ترتبطي بانسان تشتركي معه بمبادئك ونظرتك للعالم من البدايه. لما راح تبداي تتوقفي عن فرضياتك وظنونك اتجاه الاخرين، راح تلاقي انه علاقتك بيهم بدات تتحسن، وقدرتك على التواصل معهم راح تتطور. دائما اتذكري اذا انت ما كنتي فاهمه شيء، من الافضل ليك انك انت تسالي على انك تفترضي او تظني. آخر مبدأ أو اتفاقية اللي هي دائما قومي بأفضل ما عندك. أول شيء، هذا الشيء رح يساعدك على المحافظة على الاتفاقيات والمعتقدات الثلاثة الأولى. حاولي إنك دائما تقومي بأفضل ما عندك من دون زيادة ولا نقصان. وأكرر وأنوه على كلمة لا زيادة ولا نقصان. اللي رح يصير في حياتك لو ما كان عندك هذا المبدأ حاجة من اثنين: ممكن تقومي بأكثر مما تتحمل طاقتك فتحرقي نفسك وتستنزفي طاقتك بالكامل، وهذا الشيء رح يتسبب بإنك تكوني تعبانة وتعيسة بحياتك، أو العكس، تقومي بأقل من قدراتك وطاقتك، هذا الشيء رح يولد أحكام عن نفسك زي إنك كسولة وما منك فايدة، ورح تبدأ تلومي وتدمي نفسك، وكل هذا الشيء نابع من معرفتك إنه كان بإمكانك تقومي بأفضل من كده. عشان كده مهم إنك تقومي بأفضل ما عندك على حسب قدراتك وعلى حسب الموقف اللي أنت فيه الآن. آخر شيء، الكتاب تكلم عن إنه كيف ممكن نكسر معتقد إحنا اتفقنا عليه. في كل العالم الناس تتكلم عن الحرية، كلنا عندنا هذه الرغبة بس مو عارفين كيف انحبسنا ولا الطريق لهذه الحرية. الحقيقة انه هذه القيود موجودة بس في عقولنا، بس احنا ما تولدنا اساسا بهذه القيود. لو بس لثواني احنا ننظر لطفل عمره سنتين، رح نعرف انه احنا احرار اساسا. شيء صار في حياتنا واحنا في الطريق لما احنا عليه ادى لانه نحن نلبس هذه القيود. المشكلة إنه مو بس هذه القيود رح تكون في عقولنا، رح تمتد لواقعنا. اللي صار هو إحنا وافقنا واتفقنا على معتقد سلبي وإحنا بنكبر، زي مثلا إنه الناس ما فيها خير، لدرجة إنه ممكن أنت حتى ما تستوعبي إنه هذا النوع من المبدأ والمعتقد أنت فعلا تؤمني فيه، ورح تكون سبب لتعاستك. فأول خطوة للحرية هي معرفتك بإنك أنت حاليا ما أنت حرة. وقتها بس رح تقدري تبدأي تبحثي وتتقبلي حريتك الخاصة، وهذا اسمه الوعي اللي يبدأ بوضعك لنية التغيير، ويجي بعدها محاولاتك للتغيير الأفضل. هذه الأربع الاتفاقيات رح تعطيك الطاقة اللي رح تحتاجيها لتغيير حياتك. حاولي قد ما تقدري انك تحطيها في بالك وتستخدميها يوم بعد يوم، ورح تلاحظي تغييرات في الطريقة اللي انت تعيشي بيها حياتك. أتمنى أنه الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا من ملخص هذا الكتاب. هذه من الكتب اللي أثرت على حياتي بشكل إيجابي وحبيت أشارككم إياه. إذا عجبكم لا تنسوا تعملوا لايك وشير لصحباتكم وكل اللي تحبوهم. أحبكم واستودعكم الله، وألقاكم بإذنه تعالى الأسبوع الجاي في فيديو جديد.